أكد رئيس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة سعادة القاضي صلاح أحمد القطان أن اللجنة واصلت العمل خلال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى صورة متكاملة بشأن الآليات والحلول الممكنة التي تحفظ حقوق الأفراد الذين تعاقدوا على شراء هذه الوحدات العقارية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وسلمت خلاله الوحدات لأربع مشاريع متعثرة، شدد القاضي صلاح القطان على أن اللجنة وانطلاقا من التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقدت العديد من الاجتماعات لدراسة الموقف بأكمله بما يتماشى مع مبادئ وأسس دولة المؤسسة والقانون. وأكد القطان أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة منذ إنشائها بالمرسوم الملكي بقانون رقم 66 لسنة 2014 حتى اليوم أحيل إليها من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية 11 مشروعا من مشاريع التطوير العقاري والتي تم إدراجها كمشاريع متعثرة. وأوضح أن اللجنة استلمت هذه المشاريع وقامت على الفور بحلحلة تعثرها، وذلك حرصا منها على سرعة الوصول إلى الطريق الأمثل لتسوية أوضاع هذه المشاريع واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسويتها. وأشار القطان إلى أن اللجنة ماضية في متابعتها الحثيثة والعمل على رفع حالة التعثر عن مشاريع التطوير العقاري وتسويتها حفاظا للحقوق، وشدد على أهمية التزام المطورين بأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري والوفاء بالتزاماتهم وتسليم الوحدات في المواعيد وفقا للعقود والأوقات المتفق عليها. بناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ودعم متابعة سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمكنت اللجنة وفقا للقانون المرصود لها من تسليم اليوم الوحدات العقارية للمشترين في المشاريع اللي تم إحالتها من اللجنة الوزارية. قدرنا أن نوصل إلى النتيجة المرجوة، وكانت هذه الغاية اللي هو إيصال أصحاب الحقوق حقوقها